السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج سويت هوم 3D من أسهل البرامج اللي ممكن تشتغل عليها. يعني بكل بساطة ممكن تقول له أنا عايز أرسم مثلا وول أهوت، وتبدأ ترسم الوول، بترسم هنا في 2D وهو بيبدأ يعمل لك في ال 3D بالشكل دوت. ممكن تعمل غرفة تانية. طيب عايز تضيف فلور، بتقول له أنا عايز أضيف فلور. لاحظ في 3D بيتعمل نفس الحاجة في نفس الوقت اهوت. تقدر تيجي هنا وتقدر تلف في المبنى، تدوس على الزرار الشمال ويبدأ يلف معاك بالشكل دوت. طب عايز تبدأ تحط أي حاجة، تبدأ مثلا تحط مثلا وليكن ده كيتشن اهوت، مجرد تسحب الحاجة وتحطها تظهر معاك هنا. طيب قول مثلا عايز تضيف حاجات خاصة مثلا بالباثروم اهوت، شاور. طيب عايز تضيف مثلا روم بول لاين دايمنشن. طب عايزين نضيف مثلا ابواب وشبابيك او الابواب اهيت، فتبدأ تسحب وتحط الباب زي ما انت عايز. هو يبدأ يعملهم لك بالشكل دوت. طب عايزين نزود مثلا لايت، فتبدأ تختار اللايت اللي انت عايزها. عايزين هتلاقي اللايت اهيت. عايزين نضيف مثلا ريد لايت سورس بوت لايت وول لايت مثلا اهي، هتظهر معاك اهيت. ممكن تقول له قول هنا اهي، ودي فلور ابرايت اهي، تظهر معاك متعلقه اهي او محطوط كده فلور اللي اتحط في الارض. ممكن تقول له انا عايز اشوف حاجه مثلا، تبدا تشوف المكونات مجرد تسحب وتحط على طول. طيب لو انت عايز تاخد صوره بتقول له الكاميرا اهي، هيبدا ياخد اللقطه من هنا 3D، تقول له كرييت، يبدا يجيب لك الصوره بشكل دوت. طيب عايزين نعمل فيديو مثلا، فيديو، فهو بيقول لك اهوت، وتخيل في كاميرا اهي، تبدا تحرك الكاميرا، هقول له ابدا اسجل فيبدا يسجل، هقول له الكاميرا هيتحرك اهي، تخرج مثلا من الباب دوت اهو. عايز تلف الكاميرا تقدر تلفها كده، يعني انت واقف في مكانه بتلف. عايز تبدأ تشوفها من فوق من تحت زي ما انت عايز اهو، تمام. تقول له وقف وتقول له شغل الكاميرا، فيبدأ يعمل لك الفيديو بالشكل دوت. تقدر تعمل له كرييت لو انت حابب، وبعد كده تقدر تسيف الشغل بتاعك. تمام، حسب الفورمات اللي انت عايزه، وتقدر تختار الكواليتي اللي انت عايزها زي ما انت عايز. فزي ما شايف هو برنامج سهل جدا، انت تقدر تعمل بيه تصميم سريع للمكان اللي انت قاعد فيه.